اي مرحبا بكم الناس الكل. قبل ما نبداو الفيديو هذا نقول لكم الفيديو هذا كانت هابط كان في باز، اما لقيت الموضوع نتاع الفيديو هذا يهم الناس الكل اللي في تونس كل خاطر برشا عباد تتشكى على السوام وكل شيء، قلت خلينا نبطل في اليوتيوب باش توصل معلومه للناس الكل. وبخلاف هذاك تلقاو اللوطه اللي نتاع باز ابليكاسيون على التليفون تاع فيديوهات كلها عرب اللي موجود فيها الابليكاسيون هذايا. تنصدع الناس الكل اللي يحب يعاون فهمت، يتيليشارجي الابليكاسيون يعمل لنا فولو غاديك تلقاو اسم زاد الكونت نتاعي. في باش نعمل ديما فيديوهات كيما نكايه، نحكيو على المواضيع كيما نكايه، حاجات اللي راهو فيها العباد حاجه بزرع على الاخر ككوتي اسويه ككوتي برشا مواضيع. المهم خليكم على الفيديو ان شاء الله تعجبكم، تنساوش تعملوا لايك وتبارطاجيو الفيديو تبعثوه لاصحابكم خاطر الفيديو هذا يهم الناس الكل. صحيح في الفيديو هذا حكيت اكثر على الجيمنج خاطر حاجه تهمني مره، وفي نفس الوقت الموضوع اللي نحكي فيه يخص تليفونات واي حاجه انفورماتيك وبريسك اي حاجه جايه من برا. سو خليكم على الفيديو وان شاء الله تعجبكم، وسير شكل لايك وكومنتات وكل شيء. ورانا راجعين في اقرب وقت في اليوتيوب جوست ناخذ جمعيه دي راحه ونرجعوا نفرقعوا ام اليوتيوب كل نهارين ثلاثه باش يكون فما فيديو ان شاء الله. يلا خليكم على الفيديو ان شاء الله تعجبكم. برشا منكم يتسائل علاش سوم الماتيريال انفورماتيك ماشي ويغلى، برشا منكم زاد متغشش كي تهبط سلعه جديده كيف كارت جرافيك بخبي طرف الفلوس في بالو باش تطلع نفس السوم اللي كان قبل، فرحان باش يبدل قطع في البيسي نتاعو ولا باش يشري بيسي جديد باش يولي يلعب جو باهين ولا باش يخدم ولا اي حكايه كيكا، يتفاجئ اللي السوم زاد الربع وقال الثلث من السوم اللي كان قبل. ومتاكد اللي برشا منكم مش فاهمين علاش السوم قاعد يطلع كل يوم، قاعد يطلع وزيد يطلع ومازال مش يزيد يطلع، وهذا بالطبيعه تفهمه كي تدخل اي باج تبيع ماتريال انفورماتيك تقرا الكومنتات تلقى برشا عباد متغشين، تلقى برشا عباد كاتبه شبيكم غليتوا في السوم، وساعات تلقى فقره طويله برشا غش، وساعات مش ساعات ديما تلقى برشا سبيه. في الفيديو هذايا باش نحكيو على الموضوع هذا، علاش الماتريال انفورماتيك ماشي ويغلى وباش يزيد يغلى. شفتوه الموضوع هذا يا شباب والشابات، نجموا جاوبوا عليه في كلمه بركه، الكورونا. وباز باز في باز حلوه هذه، وباز باز يجي شكون يكتب لي كومنتير يا اخي كل شيء بالكورونا كل شيء بالكورونا اي حكايه تجي من الكورونا. اي نعم كل شيء بالكورونا وباش نفسر لكم عليه. الكورونا راهي مش مجرد مرض اختياري اثر على صحه الانسان، الكورونا اثرت بصحه الانسان وصحه الاقتصاد والصناعه والى اخ. وقبل ما نبداو الفيديو نتاعنا ما تنساوش تعملوا لنا لايك وتكتبوا لنا كومنتير اللوطه شنو المواضيع تحبونا نحكي فيهم في المستقبل، واهم حاجه تبارتاجيو الفيديو للولاد ابعثوا لاصحابكم الموضوع هذا خاطر يهم برشا عباد، متاكد يهم برشا عباد مغرومه بالجيمنج ولا مش مغرومه بالجيمنج كديزاين كاي حكايه تخدم بالبيسي ولا بالتليفون. وما تنساوش شكل فولو بالحق حاجتي بالدعم نتاعكم ونبداو الفيديو نتاعنا. توا يا شباب خليني نحكي لكم علاش الاسوام قاعده تطلع ومازالت باش تطلع ومازالت بزيد تطلع ومازالت بزيد تطلع ومازالت بزيد تطلع. اول حاجه هي الترانسبور، خم فيها حد هذايا الترانسبور يا معلم يا خويا يا فريز يا بنين، طلع صوم وبرشا يا اخي السلعه اللي باش تجي لبلادك باش تجي ما بابور. ينعم البابور غلا برشا، الكونتونير اللي تبدا في البابور غلات برشا، صوم الكونتونير اللي باش تجيب به السلعه زاد اربع مرات. كان الكونتونير يساوي 3000 دولار تويك الكونتونير الواحد قداش ولا يساوي 11000 دولار 12000 دولار، هذه وحدها مش طلع صوم برك. وبخلاف اللي سوما طلع برشا شباب، الحاجه ما يعرفوهاش برشا عباد كان يعرفوها كالعباد اللي تخدم في لامبور اكسبور، اللي الكونتونير اصلا ما عادش موجوده برشا. تنفسر لكم عليه، تنجم تقول كيما تاكسي جامعي، نعرف مثال غريب شويه، تاكسي جامعي تخدم مثال من تونس للمرسى، ولات العباد تركب من تونس وتهبط للمرسى كهاو، فماش عباد العكس، يعني تركب من المرسى تهبط لتونس، سو شنو يجرى؟ لي كونتونير ما عادش موجودين برشا في الصين، ولات حاجة تجم تقول رار باش تلقى، حاجة نادرة برشا باش تلقى كونتونير باش تسفيها السلعة، هذه مشكلة زاد ما يعرفوهاش برشا عباد، وهذا زاد سبب من الأسباب اللي خلى السوم يزيد يطلع برشا متاع الكونتونير. وبخلاف الترونسبور نجيو لحاجة أخرى مهمة برشا، الماتير بروميير اللي هي البلاستيك النحاس الفازات هذوكم كلهم زادوا، أقل حاجة زاد سومهم 10%. ينعم 10%، يعني باش تصنع قطعة كيما سوري كلافيي كارت جرافيك أي حكاية انفورماتيك حتى عاد حاجة أخرى تليفونات ولا حكاية كل شيء زاد باش يغلي وهذوكم في المستقبل، الماتير بروميير اللي باش تصنع بهم القطعة زاد سومهم أقل حاجة فيهم 10%، كالعادة تلقى سكرين شوت ولا حكاية تحطت على جنب من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، هذه الحاجة الثانية ماتير بروميير غليت وطلع سومها. والحاجة الثالثة اللي هي الصناعة نقصت برشا، كيما تعرفوا الكورونا وقتاش باش تنحى الكورونا فديت منها قلقتنا في حياتنا، الصناعة نقصت خاطر المصانع ما عادش يخدموا كيما قبل، نقصت الصناعة. والحاجة الرابعة تنجم تقول زادة تبع الصناعة العرض ولا أقل من الطلب ولا الطلب أكثر من العرض. وفي حكاية العرض والطلب نحكيو مثال على الـRTX
كيما كانت اللي عندي RTX 3000 الجيل الجديد اللي هبط ما عادش موجوده. تنجم تقول حاجه نادره تاويك بشقة كارت جرافيك RTX 3000، وحتى كي يجيبوهم يجيبوا بالكعبات خفيفه، كي مشكل برشا كارت جرافيك يجيبوا كعبات بتاع ماكس يجيبوا 10 20 كعبه اكاها. لايز يصنعوا شويه ولا يزي الحاجه اللي نساوها العباد، اللي برشا عباد رجعت للماينينغ. التوندونس بتاع الماينينغ رجعت بصفه قويه برشا، ونتصور العباد الكل تعرف علاش رجعت بطريقه قويه برشا، اللي هو البيتكوين طلع صومو برشا، وراه مش برشا عباد قاعده تماني في البيتكوين، راه كي تشيكات جرافيك تماني برشا عملات اخرين. سو الموضوع هذايا لازم عباد يبدا يفهم في الماينينغ باش نجمو نحكيو فيه على قاعده. اما راه مهما يكون ومهما تحكي ومهما شنو باش تحكي، كان انت تابع المينيك ومش عاجبك كلامي، راهو كلامي صحيح اثر برشا في سوم الكارت جرافيك اللي هو المينيك، وهذا زاد سبب اخر خلى الماتريال انفورماتيك اغلى، وبرشا برشا مشاكل اخرين يمكنش يزيدوا نحكيو عليهم في فيديو اخرى. ونصيحه بالرسمي لكم انتوما، كان تو تشري قطعه ما تقعدش تستنى تو تشري، خاطر الشهر الجاي والشهر اللي بعده باش يزيدوا يغليوا القطايع اكثر واكثر واكثر. والكلام هذا راه حكيت فيه برشا في لايفات قبل، قلت للعباد تشريو من توا قبل ما يزيدوا يغليوا، راكم كان باش تقعدوا تستناو لازمكم تستناو عام اخر عامين اخرين راك تشري حاجه اخرى، خاطر كل شهر تويك بزيدوا يغليوا القطايع اكثر واكثر واكثر. نتصور في الفيديو هذا عطيتكم طرف معلومات خفيفه علاش السوم قاعد يطلع ومازال باش يزيد يطلع اكثر، مش كان في الماتريال انفورماتيك نتاع البي سي، حتى في لي كونسول في التليفونات اي حاجه انفورماتيك راهي باش تطلع للسماء، باش تطلع سومها برشا. ننصح الناس الكل كي باش تشري حاجه اشري من توا قبل ما تولي كارثه في العالم كل، كل شيء يولي غالي على الاخر. ونصو ناخذ الفيديو نتاعنا، ما تنساو الشباب تعملوا لنا كلايك وتكتبوا لنا كومونتير شنو رايك في الموضوع هذايا، وبخلاف هذاك تبارطاجي الفيديو تبعث على اصحابك اللي يهمهم الموضوع هذايا. بالحق حاجتي بالدعم نتاعكم في باس. نصو ناخذ الفيديو نتاعنا، نتقابلوا ان شاء الله في فيديو اخرى.